في بداية كلمتي أقدم بالشكر الآباء الأجلاء الموقرين كهنة هذه الكنيسة المباركة لتقديمهم وتكريمهم أن أكون خادما أو متكلما في وسطهم. نطلب من إلهنا الصالح بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة الطاهرة مرت مريم ملكة السمعين والأرضيين وصلوات القديس العظيم الكروز ماري مرقس وصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث أدام الله لنا حياته سنينا كثيرة وزمنا هذا مديدة أن يديم كهنتهم لكي ما يكونوا نورا ومنارا لهذه الكنيسة المباركة. كل عام وحضراتكم بخير. إنجيل قداس هذا الصباح المبارك مملوء بالتأملات والتفسير الروحية، لكن النهاردة نطلب من الروح القدس أن يعطينا أن نسمع ما يقول الروح للكنائس ويفسر ما يغمض عنا حتى ما نكون سامعين وعاملين. وكما قال معلمنا داود النبي: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. حنتأمل في ثلاثة نقاط في هذه الآية: الطلبات الغير مقبولة والطلبات المقبولة وبركة ونتيجة الصلوات أو الطلبات الغير مقبولة أو المقبولة أيضا. إلى الآن لم تطلبوا، وفي مكان تاني لأنكم بيقول لأنكم تطلبون رديا فلستم تأخذون. الطلبات الغير المقبولة أحيانا بتكون ضد إرادة الله، ودي اللي بتكون طلبات ذاتية أنانية، زي مثلا طلبة يعقوب ويوحنا حينما دخل الرب يسوع له المجد مدينة السامرة. أغلقت مدينة السامرة أبوابها أمام من هو أبرع جمالا من بني البشر، والغيرة والاندفاع بتاع معلمنا يعقوب ويوحنا حسوا انه منظر رب المجد كده منظر مؤسف، قالوا له: امر لكي تنزل نار من السماء وتأكل او تبيد هذه المدينة كما امر قديما يا ابينا الي النبي. قال لهم: لستما تعلمان من اي روح انتما، لانني لم آتي لكي ما اهلك بل لكي ما اخلص فما قد ما قد هلك، لانكم تطلبون ردية. وفي طلبات ايضا وصلوات غير مقبولة للشهرة، واحد عايز يعمل اسم لي وعايز يشتهر وعايز يبان. تحضرني قصة مرة المرات في احدى الكنائس، احد الشمامسة احتد امام رأي الكنيسة، قال له: انت ما فيش ولا مرة تديني اصلي الانجيل، كل مرة اصلي البولس والكاسلكون. هو كان راجل بسيط، وبدل ما يقول البراكسيس قال: وتديني اقرا الاكسبريس، فيش ولا مرة اقرا الانجيل. فقال للاخ المكلف بتوزيع الخدمة، قال له: خلي الاخ فلان ده يصلي الانجيل، تعرف تصلي بالطريقة؟ قال له: ايوه صلوه لك بالطريقة. طلع الشماس البسيط ده وقف على الجراية قال: الانجيل بالطريقة بركاته على جميعنا امين. وصلى دمجا كده وخلص. ويعني طلبة للشهرة، وده اللي حصل مع ابني ام ابني زبدي. كان معاها يعقوب ويوحنا، وكان في نسب بين رب المجد يسوع وزوجة زبدي. قالت له: انا ليه طلب عندك؟ ايه الطلب ده؟ قالت له: انت عارف انا معايا ولدين، مفيش يعني انا نفسي ولد عن يمينك والتاني ايه عن يسارك. طيب ليه؟ علشان اول ما يشوف الولاد دول، الستات اللي قاعدين شايفين ولادي دول، ربنا يديكم زي ما اداني، دول ولادي انا. فرب المجد اجاب قائلا: لست لا يستطيعان ان يشربا من الكأس التي اشربها او يصطبغان من الصبغة التي انا
انت شايفاني دلوقتي في المجد وشايفاني بصنع المعجزات، لكن ستأتي ساعة تتفرقون كل واحد الى خاصته وتتركوني وحدي، ولكن لست وحدي لان الاب معي. دي ضلبات ربنا مش بيوافق عليها ومش بيستجيب لها، حتى لو كانت هناك في صلة قرابة جسدية بين رب المجد وام يعقوب ويوحنا ابني زبد. زي واحد مثلا يكون في مشكلة مع واحد، صلي لي يا ابونا في فلان ده ربنا ينتقم منه. الله غير مجرب بالشرور، ولكن يأمر جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وهذه النفوس التي اشتراها بدمه على عود الصليب كثيرا ما يتعب في خلاصها وفي رجوعها. ده بتقول كده عروس النشيد: افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الماء وقصصي من ندى الليل. ربنا يبتدي يخبط على باب القلب لكي ما ينزع الحقد والكراهية والعداوة والعدوان من قلبك. علشان كده في كل صلاة قداس إلهي وضعت الكنيسة صلاة الصلح في نهايتها الشماس، يقول قبلوا بعضكم ايه؟ هي العملية مش تمثيلية، ده يزغط في ده وده يمسك في يد ده، لا. ده علشان كلنا ندخل إلى قداس المؤمنين لكي ما نكون واحدا في وحدة واحدة ونشترك في ذبيحة واحدة. خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. علشان لما أنت تدخل تتناول، لما الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا، شايف أبوك وراك وفي خلاف بينك ما بينه وما تصبحش عليه وأنتوا في عمارة واحدة ليكم شهرين. شايف حماتك جنبك والشماس بيقول قبلوا بعضكم بعضا، وأنت ليكي من صيام الكبير ما صبحتيش ولا زرتيهاش ولا عيتيش عليها. ترجع تقولي لها اختي سامحيني وانت اختي سامحني، لكي ما يكون تناولنا باستحقاق، لان من ياخذ جسد الرب ودمه بدون استحقاق يصير مجرما في جسد الرب ودمه الاقدسين. دي صلوات وطلبات غير مقبوله. امال ايه الطلبات المقبوله؟ هنا كتبها معلمنا، قال اطلبوا اولا ملكوت الله. يبقى علشان صلواتنا تكون مقبوله وقانونيه، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره والباقي يزاد لكم ويتم. ده في آية جميلة في الكتاب المقدس يقول لك الله يعلم ما تحتاجونه قبل ان ايه؟ قبل ان تسألوه. ونصلي في مقدمة القسمة في صلاة القديس غريغوريوس الناطق بالالهيات، نقول له يا الله الذي يصنع معنا اكثر مما نسأل او ايه او نفهم. احيانا ربنا بيدينا اكثر مما نطلب واكثر مما نسمع واكثر مما نفهم، لانه يقول عنه الكتاب حلقه حلاوة كله مشتهيات، وهو الذي يفتح كوى السماوات فتفيض علينا بالخيرات حتى نقول كفانا كفانا. يبقى الصلاة المقبولة يجب ان تكون لاجل ملكوت الله، وان تكون باسم الرب يسوع. يعني احنا الصلاة الربانية اللي علمها رب المجد المدونة في الكتاب المقدس ما فيهاش بالمسيح يسوع ربنا، لكن الكنيسة وضعت فيها بإلهام وارشاد الروح القدس تنفيذا لهذه الوصية: كل ما تطلبونه في الصلاة باسمه تنالونه. ختمت الصلاة الربانية بالمسيح يسوع ربنا: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد الأبد أمين. يجب ان تكون الصلاة القانونية او الطلبة باسم الرب يسوع له المجد. شوفوا جمال هذا الاسم، جمال هذا الاسم تجلى في اجمل المظاهر والمشاهد حينما دخل بطرس ويعقوب ويوحنا هيكل الجميل، وكان هناك انسان مقعد يحمل كل يوم، كان يريد صدقة دون حاجة لله. مساكين التلاميذ ما فيش معاهم لا ابيض ولا اسود، لكن كده معلمنا بطرس الرسول قال له: ليس لنا فضة ولا ذهب، ولكن الذي لنا اياه نعطيك باسم يسوع المسيح قم وايه. وقف متشددا على رجليه. يجب ان تكون الصلوات باسم الرب يسوع له المجد. انا مرة بتأمل في موضوع هذا الرجل المقعد، بقول لو في هذا الجيل وفي هذا العصر معلمنا بطرس الرسول جاي يعمل معجزة لواحد زي ده، يقول له لا انا خليني في المرض بتاعي بس اديني 100 دولار ولا 100 يورو ولا 1000 جنيه، انا عايز خليني في المرض بتاعي.
المادة التي غزت العالم في هذه الأيام. تبص تلقى الواحد بيشتغل 15 ساعة، طب تعال صلي، تعال اتناول، يقول لك يا عم ما وديت مراتي وعيالي. طب ونفسك؟ نفسك غالية على رب المجد يسوع، ده اشتراها بدمه. وإن خسرت خسرت كل شيء، وإن كسبت كسبت كل شيء. يجب أن تكون الصلاة باسم الرب يسوع نطلب فيها ملكوت الله، وأن تكون بلجاجة. أحيانا واحد يصلي كده وقبل ما يخلص الصلاة ربنا هيجيب له النتيجة ويجيب له الاستجابة، يقول طيب سلام يا رب المجد، تصبح على خير، ما أنت ما كملتش لسه الصلاة. أو ممكن واحد يكون بيصلي وذهنه مشتت. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك. قفلت باب الشقة تصوني أيتها القديسة والدة الإله. خلي بالك من البوتاجاز عشان أحسن نسيت، أنت في البوتاجاز ولا في الصالة ولا باب الشقة؟ مفيش تركيز. ده القديس العظيم الأنبا بسنتاوس أسقف قفط، اللي شاف شريط قصة حياته في الفيلم اللي طلعته برشيد قنا قفط نقادة وقوص تقديم نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن، كان بيصلي وجات عقرب لدعته، وقف في الصلاة لغاية ما خلص، لا السم وصل لقلبه ولا السم أثر فيه. وأعطيتكم سلطانا أن تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. يجب الصلاة أن تكون بلجاجة، زي المرأة اللي ذكرها الكتاب المقدس اللي كانت عندها إلحاح ولجاجة. كل يوم تاجي للملك أو تاجي للقاضي تقول له انصفني من خصمها من خصمي، وكل يوم تعنفه. وبعدين لما لقيها طالعة حارة الطريق رايحة جاية ابتدى ينصفها من هذا الخصم. تحضرني قصة بمناسبة هذه اللجاجة، واحد شحات بس كان وش واسع قوي كده. وبعدين كان بيروح لواحد علشان ياخد منه حاجة لله، ما يرضاش يديله أبدا. اجتمعت النقابة بتاعت الشحاتين، وكان فيهم واحد شحات كده خبيث، قال لهم أنا هجيب لكم مني ربع جنيه مش شلن. فخبط على الباب، يا عم فلان يا عم فلان، قال له نعم، قال له اديني حاجة لله. الراجل صاحب المال ده قال له تعالي بعد سنة. السنة كانت في أيامها كبيسة زايدة يوم، 366 يوم. راح له أول يوم، يا عم فلان يا عم فلان، قال له نعم، قال أنا قلت لك تجيني بعد السنة، قال له جاي أقول لك فات من السنة يوم وباقي 365 يوم. بقي على هذا الحال والمنوال حوالي أسبوعين ثلاثة، قلق وقلق منامه، ابتدى قال له أنت عايز، قال له قال له خد ربع جنيه والبعيد غور من وشه وما تجينيش تاني. لجاجة حتى مع قساة القلب، ألا ينصف الله الصارخين إليه نهارا ونهارا ليلا. الحاجة الرابعة في الصلاة المقبولة أن تكون حسب مشيئة الله. تحضرني قصة الشاب راح كان يخطب عروسة، وكان ماشي مع أب اعترافه، وكان ماشيين ثلاث بنات مع العروسة، قال له يا ابونا فلان، قال له نعم، قال له البت اللي هتمشي من ناحية شارع الكنيسة العذراء الأسرية دي يبقى دي من نصيبي، قال له خلاص يا ابني على بركة الله. هو قال لأبونا كده بس قاعد يقول الله يا ستي عذراء خلي تريزا دي اللي أنا بحبها وعايزها تمشي من الشارع بتاع الست العذراء، أبايا ماري مرقس، أبايا مش عارف يا أبو سفين. هو بيقول لأبونا بالبق لكن قلبه مشغول. عشان كده يا أحبائي يجب أن تكون الصلاة حسب مشيئة الله، والمر الذي يختاره لنا الله أفضل من الشهد الذي نختاره لأنفسنا. بركات الصلاة والطلبة كتبها برضو معلمنا يوحنا الرائي والبشير، قال اسألوا تعطوا فتأخذوا فيكون ايه. يبقى بركة الصلاة حاجتين، الاستجابة وحياة الفرح. اسألوا تعطوا فتأخذوا فيكون فرحكم ايه. الصلاة المقبولة تستجيب لها السماء، والصلاة المقبولة ايضا تدخل الى مسامع رب الجنود. وزي ما بتقول الترنيمة، لو تأنى يستجيب لكل شيء تحت السماء وقت، ليوم الولادة وقت ويوم الممات وقت، ولكن يوم الممات خير من يوم الولادة. في استجابة. احيانا الواحد كده يطلب طلب من ربنا ويطلع مبسوط من الصلاة حتى لو كانت في بيته، اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، سلم على أكيلا وبريسكيلا والكنيسة التي في بيتهما. من المؤسف بيوتنا في هذه الأيام تحولت إلى مكان ومسكن للشيطان.
عن طريق الفضائيات وعن طريق النت للولاد والبنات بتاعتنا، بيقعدوا للساعة 4 الفجر و5 الفجر. طب هل بيقروا في الكتاب المقدس؟ هل بيتابعوا الصلاة؟ بيصلوا صلاة نص الليل؟ التسبحة الجميلة اللي كانت بالأمس كان بيقيمها يرأسها صاحب النيافة الحبر جيل أنبي يؤنس، هل الناس بتاجي وتفرح وتتعزى ولا يقول لك اروح افرد خلايق اغير هوا؟ يجب ان نصلي بعقولنا وافهامنا واذهاننا وارواحنا ونفوسنا واجسادنا حتى ما تصل صلاتنا الى مسامع رب الجنود. يبقى الصلاة والطلبة المقبولة اول بركة من بركاتها الاستجابة. الحاجة الثانية الفرح. الانسان اللي معترف دايما ومفيش حاجة في قلبه من ناحية واحد تلقاه دايما مبتسم وتلقاه دايما فرحان، لكن الانسان المكتئب ده ومبوز ده يعرف ان قلبه من جوه لسه مصدي شوية، عايز شوية غسيل، عايز شوية توبة، عايز شوية اعتراف، عايز جلسة هادئة تحت قدمي رب المجد يسوع. اما مريم فقد اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. ربنا يبارك في هذه الكلمات البسيطة ويجعلها ان تثمر في قلوبنا 30 و60